السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير في هذا اليوم المشمس والجميل، وفي هذه السليله العجيبه اليوم ان شاء الله غتكون عندنا ليكيداسيون في لي سبا وحتى في لي ساك. تابعونا حتى الاخر، اليوم فيديو غتعجبكم بزاف. البنات اللي كيقلبوا على ليكيداسيون في لي سبا تبعوا معايا لا فيديو، خصوصا على قبل لي بوينتور. اللي عندها لا بوينتور ديالها في هذه لا فيديو هذه غادي تتبرع، حيت غتكون عندنا ليكيداسيون ان شاء الله في لي سبا دو كاليتي بثمن اقل من ثمن الجمله ديالو. واول حاجه غادي نبدا لكم بها البنات هي ليكيداسيون اللي كاينه ان شاء الله في هاد لا فيديو في لي سبا. اول حاجه البنات، تحيه للسيده اللي استفدت من هاد الموديل هذا ديال هاد لي سبا، هادي اللي تليكيداس ب 150 درهم فقط، غير ليكيداسيون كانت فيها البنات 39 بصحتها وراحتها، ودابا البنات يلا دابا من ستوك لقيت فيها 37. دونك ها هي 37 فيها البنات ليكيداسيون ب 150 درهم فقط. ها هي البنات هاد لي سبا هادي هي ان شاء الله داخله معنا في لا ليكيداسيون، وتحيه للسيدات اللي استفدوا منها. ودابا غندوز لكم لهاد لي سبا هادو، لهاد لا كونفيرس هادي ديال هاد لا مارك هادي اللي الثمن الاصلي ديالها كان سولد البنات ب 380 درهم، فيها ال 41 وغتبقى لكم ليكيدي 300 درهم اقل من ثمن الجمله. البنات ليكيدي 300 درهم كاين هاد الموديل هذا. فهاد الموديلات البنات لي بوينتور ما غنقولهمش ليكم حيت لا فيديو راهي طويله بزاف لي بوينتور، حيت كاين فيهم شي حاجه في لي بوينتور هادو، كاين فيهم شي حاجه يعني كاين فيهم لي بوينتور. دونك اللي بغاتهم راه ان شاء الله غيكونوا ليكيدي، وركزوا معايا في الموديلات. كاين هاد الموديل هذا. بالنسبه لهادو البنات راه كيجيو بلا بواط ديالهم، كيجيو على هاد الشكل هذا بالبواطه بلومبالاج باكاجين كومبلي، كيجي فيهم حتى لاوس ديالهم هكا، كيجيو كلهم هكا كيف ما قلت لكم البنات كومبلي. سينو لي موديل كيف ما كتشوفوا معايا هما هادو. اول موديل معنا هو هذا، شوفوا معايا كيفاش كيجي، شي كله مطبوع الكاليتي الاولى. بالنسبه للثمن الاصلي سول 380 درهم، غيبقاو لكم البنات غير ليكيدي ب 300 درهم. كنذكركم ليكيداسيون فقط، يعني البياسات اللي بقاو فيها هكا باش ان شاء الله تستافدوا منها. وكيف ما قلت لكم راه كل اسبوع كيكون عندنا واحد الفقره كتكون فيها ليكيداسيون، يعني يعني ان شاء الله هكا عندك شي بوان مثلا عجبك شي سبر ديال ما لقيتيش فيها لا بوينتور، اولا لقيتي لا بوينتور تسالات لقيتيها تباعت، راه كل سيمانه غيكون عندنا. الا ما لقيتيش هاد السيمانه السبر ديالك تلقايها السيمانه الجايه والاسابيع الاخرى ان شاء الله. الله يخلينا على خير يا ربي. اذا كيف ما قلت لكم راه دائما غادي تلقاو ليكيداسيون في لي زيسبا. بالنسبه لهاد الموديل هذا ليكيدي ب 300 درهم، كاين هذا الموديل هذا حتى هو اللي جات فيه هذا الرشيمه ديال هذا لامارك، شوفوا معايا حتى هي. بغيت نوريكم البنات التفاصيل، حيت ملي كنقول لكم الثمن كنذكركم الكاليتي الاولى، يعني هذه كتوصل حتى 600 درهم الثمن ديالها، قل من الثمن اللي قل من ثمن الجمله اللي هو ليكيداسيون غتاخذوها ب 300 درهم، عوض 380 درهم في محل شي اسيه فقط، يعني محل شي اسيه كنا دايرين ليها 380 درهم سولد. دونك البنات لي بوانتور اللي بقاو فيها استافدوا منهم 300 درهم ليكيداسيون. كاين فيها هاد اللوين هذا، كاين فيها هاد اللوين بالنواغ، شوفوا معايا اللوين، شوفوا التفاصيل. بالنسبه للسيدات اللي اور كازا مرحبا بكم، اللي بعاد فوالا، حتى السيدات اللي كاينين في كازا وكيتعذر عليهم يجيو باش نوريكم التفاصيل ديال الموديلات. وكاين فيها البيض ديالها، راه ما شاء الله كتجي غزاله بالبواطه ديالها، واستافدوا منها بزاف ديال السيدات بصحتهم وراحتهم. شوفوا معايا لي بوينتور لي بقاو فيها ان شاء الله الرحمن الرحيم غنستافدوا منهم. ليكيداسيون ب 300 درهم 300 درهم البنات، 300 درهم غادي تاخذوا هاد اللوينات وتشكيله راقيه بالبواطه ديالهم فقط ليكيداسيون، وبصحتكم وراحتكم. كانت هذه اول فقره في لا فيديو، ومازالين مستمرين بنات الخير في لا ليكيداسيون. كاين هذا الموديل هذا ديال هاد لا مارك هادي لا ترونسبارونت، كتجي هي انيقه في الرجيله، غتبقى لكم اليوم ان شاء الله ليكيدي ب 150 درهم فقط. كنذكركم الثمن ديال البروميير شوا لاول مره كيدوز بهذا الثمن هادي ديال لا كاليتي الاولى اللي كتبرعكم ان شاء الله غتستافدوا منها بهذا الثمن هذا فقط ليكيداسيون، يعني لي بوينتور اللي بقاو فيها في المحل. كنتمنى ان السيدات اللي عشقوا الموديل توصلوا معنا في اقرب وقت باش يستافدوا منها. سينو السيدات اللي قراب جو المحل وقيسوا لي بوينتور، كاين ناس بديله كتلبس كثر، كاين ناس بديله كتلبس قل، كاين ناس بديله اللي كتجي هي هذيك يعني كتلبس لا بوينتور ديالها. دونك الا كنتو قراو من الافضل انكم تجيو تقيسوا لي سبا، راها ليكيدي يعني بياسات اللي بقاو فيها ديال لا كاليتي الاولى 150 درهم فقط. بالنسبه للبنات اللي كيسولوا على هذا الموديل هذا، اللي شحال هذه البنات وانتم كتسولوا عليه، كان عندنا في المحل
الموديل البنات لا ماركيس محبوب السيدات، كيجي تري تري سامبل بالرشيمات ديالو، كيجي مجموع بسنيسله وفيه لي سيباراسيون من الداخل ما شاء الله، ولا بوندولير الموديل ديجا كان عندنا في المحل وتسالى دابا الحمد لله راه عاود جا في لا بوندولير ديالو، والثمن ديالو 380 درهم فقط. في اطار الهميزات البنات كاين هذا الموديل هذا بقات فيه بياسه وحده ديال هذا لا مارك هذه، استفدوا منه بزاف ديال السيدات، كان الثمن ديالو 380 درهم، يبقى لكم اليوم في اطار لا ليكيداسيون ب 350 درهم فقط. بقات فيه بياسه وحده البنات، اللي بغاتو مرحبا والف مرحبا. وغادي ندوز لكم لواحد الفقره ديال لي مونتر دو لوكس البنات، ولا كاليتي الاولى السيدات اللي استفدوا معنا وخداو لي مونتر بصحتهم وراحتهم، خليو البنات اسفل التعليق كي جاتكم لا كاليتي. بلي بوت ديالهم موديلات غايه في الاناقه، لوينات فنيين، وحتى لي طابلو جداد اللي دخلوا ما شاء الله لوينات غايه في الاناقه، اللون البحر اولا اللون السماء جا فضلا كولور الفني، وانت تبارك الله بلي بيرل ديالو ما شاء الله، طابلو زويون اللي كيجي لا مونتر كولا كتجيب الدوري وكتجيب لارجونتي ما شاء الله بلا بوت ديالها، لو بري 240 درهم فقط. البنات اللي كيسولوا على لوفر اللي درنا لكم في لا ليفريزون راه مازال مستمر، كنتي في كازا ما تخلصيهاش ولا كنتي برا كازا 20 درهم فقط، بس استفدي من هاد التشكيله راقيه من لي مونتر. كاين هاد لا كولور الزويونه هادي ما اغمق، كاين هاد اللوين حتى هو هذا هو البلوستيل الزويون، هادي كتجي كلها دوغي، عاشقات الدوغي فينكم، ها هو لا مونتر بوحدها تقدري تلبسيها يعني هكا غدا لحضورها بحد ذاتها كتبان كاكسسوار متميز جدا. شوفوا لي البنات الطابلو اللون ديالو كيفاش داير، البوردو يا سلام، لاول مره كيدخلوا هاد لي طابلو هادو، هاد اللوينات الرائعه في لو مونتر دو لوكس ما شاء الله، كاليتي طوب تبارك الله، وكتبان فنيونه ما شاء الله. شوفوا معايا والزريرق ازرق ملكي رائع بزاف وبالدوغي ما شاء الله. كاينه البنات في هاد لا مارك هادي هي كتجيب لا بواط، هاد لا مونتر هادي الثمن ديالها 220 درهم فقط، كتجي هكا دايره والطابلو ديالها في البيض، هذا الموديل هذا راه معروف وكيعجبهم كيعجب بزاف ديال السيدات، 220 درهم فقط وبالبواطه ديالها. وكاينه البنات هاد لا ماركازيو هذه البنات كتجي 100 بواط وكيجي تاكتيل فوالا. كاين هذا الموديل هذا هذه البنات ليكيدي الثمن ديالها ب 180 درهم فقط، كاين فيها هذا اللوين هذا وكاين فيها الموديل اللي كيجي كاغي، هانتوما كتجي كاغي وكتجي نوار نوار في نوار، الطابلو ديالها في النوار 180 درهم عفوا يعني سولد، وبيان سور حتى هي داخل معاها لوفر ديال ليفغيزون مرحبا والف مرحبا. والجديده البنات اللي دخل في ليزيسبا واحد لا كونفيرس البنات كتجي هكا بالطريزه ديال هاد لا مارك هادي في الزريرق زويونه، يلاه دخلات بلا بواط ديالها، بغيت نبارطاجيها معكم يا عشيقات شي حاجه هكا همويه شي حاجه دو لوكس كتبان لكم في انستغرام وكيجيكم لو بري ديالها طالع، جات اليوم في المحل لي بوانتيغ 35 ل 41 كتجيب لا اوست ديالها، والموديل البنات هو هذا. ولا كونفيرس البنات كتجي على هاد الشكل هذا، لو ستيل ديالها كتجي مطبوعه ما شاء الله خفيفه في اللبسه، كتجي مجموعه وفيها لي بوانتيغ كاملين ما شاء الله، لا كونفيرس يلاه دخلات فيها ستوك قليل يعني اللي عشقات لو موديل البنات تواصل معنا باش ان شاء الله تستفد منه. وشوفوا معايا ما شاء الله كيفاش جات مع السويك ديالها، الساك اللي صيفي بامتياز الثمن ديالو 380 درهم، كيجي غايه في الاناقه كلاس بزاف ما شاء الله، ويتهز هكا في خريجه غدا البحر غدا البيسين غدا هكا الخريجه، يجيك انيق بزاف وما شاء الله كيهاز من الداخل بلا اوس وبالسيرتيفيكاسيون ديالو. وشوفوا لي ما شاء الله مع هاد لا كونفيرس الانيقه كيفاش جا. بالنسبه لا كونفيرس البنات لا نوفوتي لا كاليتي الاولى غيبقى لكم الثمن ديالها ب 450 درهم، اللي بغاتها راه ديسپونيبل، كنهضر على الاناقه ولا طوندونس واخر صيحات الموضه هي هذه ديسپونيبل في لو ماغازا. سينو اللي بغاتها مع لا كاسكيت ديالهم نفس لا مارك، بغات تاخذ لو باك ساك اسبا وحتى حتى كاسكيت على شله. بالنسبه لا كاسكيت الكاليتي الاولى الثمن ديالها 150 درهم فقط، يمكن لها ان تستفد من هذا الجمال كله وهذا الروعه وهذا الاناقه اللي يلاه دخلت المحل. فوالا البنات كان هذا هو لاغيفا جديد اللي دخل في لي زيسبا، كنتمنى انه يعجبكم، كنتمنى ان لي زارتيكل اللي بارطاجت معكم يكونوا عجبوكم. لا ليكيداسيون حتى هي خليو لي في التعليقات البنات واش كتفضلوا هكا دي فيديو على ليكيداسيون لي بروموسيون اولا لا نوفوتي ولا طوندونس اللي كتدخل المحل. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم التعليقات ديالكم، ومرحبا بكل سيده كتعشق الاناقه وكتقلب عليها بثمن زوين، وشكرا تحياتي لكم كاملين فيما كنتو، وحتى الناس اللي كاينين برا المغرب الجاليه المغربيه الزوينه ديالنا تحيه ليكم بزاف بزاف بزاف، كيصوني لي ميساج ديالكم في واتساب مرحبا بكم، الناس اللي غيدخلوا قريب مرحبا والف مرحبا. شكرا لكم بزاف 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 البنات، ونقول لكم بلا فيديو سالات هنا، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ومع السلامه.